السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لكل طلاب مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وعادتهم للدراسة. النهاردة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني قالك الوزارة وصلت مع مجلس الوزراء بخصوص استثناء طلاب مدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من القرار اللي هو الأجازة. ليه اللي حصل؟ قالك هيروح المدرسة يومين فقط في الأسبوع واربع أيام داخل أحد المصانع عشان يدربوا داخلها. دكتور مجاهد قالك مجلس الوزراء وافق اليوم على عودة هؤلاء الطلاب، والوزارة بتدرس حاليا موعد عودتهم مرة أخرى يتدربوا في المصانع وتطبق كل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم جميعا، خاصة وإن كثافة الفصول طبعا في تلك النوعية من المدارس منخفضة، والوزارة هتتواصل قريبا مع هؤلاء الطلاب عشان نشوف الدنيا هتمشي إزاي والدنيا هتبقى عاملة إزاي. ده كان خبر كده لكل طلاب التعليم المزدوج، عودتكم للمدارس هتكون يومين فقط في الأسبوع واربع أيام داخل المصانع، فربنا يكتب لأولادنا السلامة والخير ويكون فتحة خير عليهم ويكون كويسين إن شاء الله. ده كان كلام دكتور محمد مجاهد في جريدة الوطن، نائب وزير التربية والتعليم في التعليم الفني. في أمان الله، لو في أي جديدة يكون معاكم أول بأول على قناتكم قناة أجيال أندلس، شارك في القناة وفعل الجرس، وما تنسناش من الدعاء وما تنسناش من الاشتراك وشير الفيديو عشان كل زمالك يعرف. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.